السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع فيديو جديد. إن شاء الله هنعمل دايرة تاخد 220 تطلع 12 فولت بدون محول، تمام؟ منها هنشغل منها إضاءة، وممكن لو منها لو عاوز تشحن بطارية ولا حاجة 12 هتشحن معاك، تمام كده؟ يعني 2 في 1، منها إضاءة ومنها شحن لبطارية 12. أول حاجة طبعا هنعوزها بريدج، تمام؟ خلينا ناخد خطوة خطوة. ده مكثف سيراميك 105/400 فولت، 105 دي اللي هو 1 مايكرو، تمام. ودي مقاومة 1 ميجا، 1 ميجا اللي هي ألوانها بن أسمر أخضر دهبي، بن أسمر أخضر دهبي، تمام. أول حاجة هنوصل المقاومة كده توازي مع المكثف، تمام كده، توازي مع المكثف. نلحم الأول وخلينا ناخد خطوة خطوة عشان إيه نبقى مركزين في الخطوات، تمام كده، توازي مع المكثف. هنجيب البريدج، عندك ده تيار متردد، الاتنين اللي في النص دولت، وده موجب وده سالب. اللي في النص التيار متردد والخارج ده موجب وسالب، تمام كده. خدنا احنا رجل من المنتصف اللي هي التيار متردد ودخلنا المكثف عليها، تمام. تاني حاجة دي مقاومة 15 اوم، الوانها بني اخضر اسمر ذهبي، تمام تمام كده. احنا خدنا الاتنين متردد اللي احنا ندخل له كهرباء 22، واحد على المقاومة 15 اوم والتاني على ايه على المقاومة والمكثف التاني، تمام كده. هنيجي كده مكثف 50 فولت 330 او 470 او 220، اي واحد منهم ينفع معاك، تمام كده تمام كده. الموجب بتاع المكثف على خارج الموجب بتاع ايه البريدج، والسالب بتاعه مع السالب بتاعه، تمام كده بالشكل ده، تمام كده. ده الموجب وده السالب وده الداخل 220، تمام. هنجيب احنا لمبة 12 فولت اهي، هنوصل وصلنا الموجب بتاعها مع الموجب بتاع المكثف والسالب بتاعها مع السالب بتاع المكثف، تمام. تمام كده. لو انت عاوز تاخد للشاحن طبعا هتاخد من هنا من خارج من هنا مع المكثف، سالب وموجب من المكثف. هنوصل احنا كده 220، ده مدخل 220 اهو، 225، تمام. هنوصل كده ونجرب، بسم الله، تمام كده. كده خارج 12 فولت. طيب نقيس الفولت الخارج كده، تمام، مع الحمل 9 10 فولت يعني، تمام كده. عاوز ترفع شوية عن كده هتغير قيمة المقاومة ده، 15 اوم هنخليها مثلا 10 اوم، تمام. طيب الكهرباء طبعا 100 100، وفي حالة الشحن برضه هتشحن البطارية معاك 100 100، تمام. بس لو هتخليها للشحن هتخلي المقاومة ديت اللي هي 15 اوم هنخليها 10 اوم كفاية اهو لو للشحن، لكن لو للإضاءة خليها 15 اوم،
تمام. وتاني حاجة لو للإضاءة وعاوز تحتفظ بال 12 فولت ما يزيدوش، فطبعا هتركب زينر على الخارج هنا مع المكثف توازي، زينر 12 فولت عشان المكثف ما يحوش كهرباء عليها، عشان المكثف ما يحوش كهرباء عليها. دي تحويل 12 فولت ال 220 الى 12 فولت بدون محول. تمام، ده فيديو بسيط كان الطلب مني، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.